السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتطرق إلى موضوع محاضرة معادلة برنولي، وأيضا سنأخذ بعض الأمثلة حول هذا الموضوع، وكذلك إذا أسعفنا الوقت راح نأخذ بعض الأمثلة حول المعادلة الاستمرارية. طبعا مثل ما أخذت سابقا، معادلة الاستمرارية تطرقنا إليها وعرفت أنه قلنا الكيو يكون ثابت في حال عدم وجود تسرب او تفرع، ويكون المتغير هو السرعة، يتغير تبعا لنصف القطر او عفوا تبعا لمساحة المقطع العرضي. هذا عبرنا عنه بقانون حفظ الكتلة، يعني الكتلة الداخلة تساوي الكتلة الخارجية، او الحجم الداخل يساوي الحجم الخارج اذا عندنا الكثافة تكون ثابتة. فهذا يسموه قانون حفظ الكتلة. اليوم معادلة برنولي تصف لنا حفظ الطاقة، حفظ الطاقة. إذا عندنا هسه معادلة الاستمرارية تصف لنا حفظ الكتلة، ومعادلة برنولي تصف لنا حفظ الطاقة. خلي نيجي نتطرق في مراجعة بسيطة لمعنى الطاقة. شنو معنى طاقة؟ الطاقة بشكل عام، بشكل عام الطاقة هي القابلية على إنجاز شغل، القابلية على إنجاز شغل. طبعا تظهر الطاقة يعني بطرق متعددة. يعني شنو الطاقة؟ لها أنواع متعددة، منها ميكانيكال انرجي، اللي هو مثلا هنا يقول لك الطاقة الميكانيكية، اللي تشمل مثلا الحركة والأجزاء الدوارة والأجزاء المتحركة بخط مستقيم، وهاي يسموها طاقة ميكانيكية. الطاقة الحرارية أيضا عندنا، الطاقة الحرارية طبعا الطاقة الحرارية ما راح نستخدمها هنا في معادلة برنولي، لكن بس من باب الإشارة. الطاقة الحرارية أيضا هي انتقال، ممكن أنه الطاقة الحرارية تنتقل من الجسم ذي درجة الحرارة المرتفعة إلى الجسم ذي درجة الحرارة المنخفضة، تنتقل من جسم إلى آخر. هي طاقة، الطاقة الحرارية ناتجة عن حركة الجزيئات وتصادمها مع بعضها واحتكاكها مع بعضها، إذن هي طاقة. زين، النيوكلير انرجي اللي هي الطاقة النووية، أيضا هي طاقة، اللي تختص بالنواة وما شابه ذلك. الكيميكال انرجي، الطاقة الكيميائية أيضا الموجودة بالوقود. احنا من نحرق الوقود، الوقود يحتوي على طاقة كيميائية، من نحرق الوقود ونحصل على حركة بالسيارات والمحركات، فإحنا بمجرد نحول الطاقة الكيميائية المخزونة في الوقود الناتجة عن ترابط الذرات، نحولها إلى طاقة شنو؟ مثلا حركية أو طاقة حرارية. إذا تشعل حطب مثلا تريد تدفى بيه، ده تحول الطاقة الكيميائية الموجودة بالحطب اللي هو عبارة عن كربون إلى طاقة شنو؟ إلى طاقة حرارية. الكتروماغنتيك انرجي اللي هي الطاقة الكهرومغناطيسية أيضا موجودة، اللي هذا الضوء، الضوء هو عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية بترددات المختلفة. والسونيك انرجي اللي هي الطاقة الصوتية، الصوت أيضا هو طاقة. ليش؟ لأن الصوت هسه أنا دا أحكي، شلون أنتم دا تسمعوني؟ عبارة عن ذبذبات، أني من دا أحكي دا أحرك الذرات الهوائية بترددات، يعني بنبضات مختلفة، فتنتج هاي الكلمات وهاي الأصوات، فهي حركة إذا طاقة. زين، وإذا ما عندي وسط ناقل، طبعا أكو بعض الطاقة، بس الطاقة الإلكترومغنتيك إنرجي ما تحتاج إلى وسط ناقل، تنتقل بالفضاء، فضاء يعني ما بي هواء، لكن الطاقة الصوتية تحتاج إلى وسط ناقل. هذا بحث يعني ما أريد إحنا ندخل في التفاصيل، لكن أريد أوضح لك المسألة فقط. عندنا مثلا الطاقة اللي هي ناتجة من الجذب الأرضي gravitational energy، زين يسموها الطاقة الكامنة. هسه أيضا راح نتطرق لها، وهاي الطاقة الكامنة راح تفيدنا في معادلة برنولي. زين، الكينيتيك انرجي أو الكاينيتيك انرجي هي الطاقة الحركية، أيضا راح نحتاجها في معادلة برنولي. جسم يتحرك، إذا لديه طاقة حركية، وراح ناخذ معادلتها. العفو، هاي هنا أنا آسف، جرافيتيشنال انرجي مو نفسها البوتنشال انرجي. جرافيتيشنال انرجي اللي هي قلنا الجسم من يسقط للأسفل، يسقط للأسفل هذا راح يعني يسقط بفعل الجاذبية الأرضية، فيسموها جرافيتيشنال انرجي. البوتنشال انرجي هي الطاقة الكامنة،
ايضا طاقه مثل عندك نابض، من تضغطه راح يخزن في داخل طاقه كامنه، متى ما ازلت الضغط من عليه راح يتحرك ويرجع الى وضعه الطبيعي. اذا هو خازن في داخل طاقه كامنه تنطلق متى ما اتاحت لها الفرصه. او مثلا عندك جسم دا يسقط من مرتفع جبلي منحدر، فايضا به طاقه كامنه دا يتحول شوي شوي الى طاقه حركيه، وراح نجي هسه ناخذها. اذا هاي ايضا راح تخدمنا معادله برنولي. ايونايزيشن انرجي ايضا طاقه الايونات، وهاي ايضا تختص بالطاقه الكيميائيه. يعني تشوفون اكو انواع جدا كثيره من الطاقات. احنا اللي يهمنا اليوم شنو؟ اللي يهمنا انه نعرف انه شنو الطاقه الحركيه، لانه الموائع في معادله برنولي راح تتحرك، اذا بها طاقه حركيه، راح بها ضغط معين يسموه اكو عندها طاقه ضغط. هاي النوع الثاني من الطاقه الموجوده بالموائع وفي معادله برنولي على وجه الخصوص. وعندنا البوتنشال انرجي اللي هي الطاقه الكامنه، مثلا عندك سائل دا ترفعه الى مكان معين، فالسائل ايضا راح يكون بطاقه كامنه، هسه راح نجي ناخذها. بعد هاي المقدمه، اذا احنا شنو راحت؟ قبل الطاقه الكامنه احنا قلنا اكو انواع من الطاقه، والطاقه ايضا لازم تعرفون انه لا تفنى ولا تستحدث. يعني انا ما اقدر انشئ طاقه، هي الطاقه اللي الله سبحانه وتعالى موجود خالقها بالكون. هي هاي الطاقة اللي أنا أقدر أستثمرها، لكن ما أقدر أنا أكون طاقة، أو ما أقدر طاقة معينة أدمرها. قانون فيزيائي. فلكن شنو أقدر؟ أقدر أحول الطاقة من شكل إلى آخر. إذن هاي خلوها في بالكم. نجي على الطاقة الكامنة. الطاقة الكامنة اللي هي قلنا راح تفيدنا في معادلة برنولي، هي الشغل اللازم لإنجاز شغل لتحريك نظام. إذن هنا عندي مستوى سطح الأرض، قلنا هذا مستوى سطح الأرض. عندي جسم معين رفعته الى فد ارتفاع معين، خلينا نسميه ارتفاع هذا مثلا h. اني من رفعته للجسم هذا شلون رفعته؟ غير سلطت عليه قوه معينه، سلطت عليه قوه معينه مقداره خلينا نقول f ورفعته. زين، من رفعته انجزت عليه شغل لو ما انجزت عليه شغل؟ انجزت عليه شغل. ليش؟ لانه قوه وحركته لمسافة معينة أو لإزاحة معينة باتجاه القوة، موازية القوة يعني أقصد. فالشغل هو شنو؟ قوة في إزاحة. صار عندي شغل، هذا الشغل يعني طاقة، يعني هذا الجسم صار به طاقة. زين، هاي الطاقة وين تروح؟ وين تروح؟ راح تنخزن بالجسم، يسموها طاقة كامنة، يعني مخزونة potential energy. هاي الطاقة متى ما أنا مثلا خلينا نقول على سبيل المثال رابطة بحبل وسحبته، متى ما قطعت الحبل أو تركت الجسم راح يسقط الجسم مرة أخرى إلى الأرض. ليش؟ إنه عنده طاقة كامنة ممكن أن تتحول إلى طاقة حركية ويرجع إلى سطح الأرض. زين، هاي الطاقة الكامنة شلون نحسبها؟ بها قانون؟ نعم بها قانون جدا بسيط. الطاقة الكامنة تساوي سالب M GH. الـ MG هو عبارة عن وزن الجسم، وزن الجسم، لأنه إحنا عندنا شنو؟ الـ M هي كتلة، الام كتلة، من اضربها بالتعجيل، هذا التعجيل ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي وزن. اذا وزن يعني شنو الوزن؟ يعني قوة. الوزن قوة. زين، الاتش هاي القوة اللي هي وزن الجسم اللي هي للاسفل، بعد ما اقطع الحبل او اهد الجسم اتركه، الوزن الجسم هو قوة للاسفل، وعندي راح يتحرك الجسم بمقدار اتش الى ان يسقط على سطح الارض. فإذا هاي هي الطاقة الكامنة اللي يمتلكها الجسم، وطبعا يفقدها كلها عندما يصل إلى سطح الأرض، بعد يفقدها الطاقة الكامنة لأنه هي كلها بعد حولت إلى طاقة حركية. فإذا هي الشغل اللازم، الشغل اللازم يعني شنو؟ قوة في إزاحة لتحريك نظام من الكتلة من نقطة معينة، نقطة مرجعية لإزاحة معينة اتجاه عكس التعجيل الأرضي. طينا سالب ليش؟ شنو عكس التعجيل الأرضي؟ وتحسب بالمعادلة التالية. هاي المعادلة مالتها. هاي بالنسبة للطاقة الكامنة. بشكل عام الطاقة الكامنة للجسم إذن على شنو تعتمد هسه من خلال هاي المعادلة؟ من يقدر يقول لي يعني شو وقت تزداد الطاقة الكامنة، شو وقت تقل، اعتمادا على شنو؟ من يقدر يقول لي؟ ها طلاب وياي اعتمادا على، لا هسه انا اوكي هو صحيح اعتمادا على الشغل، جابك جدا صحيحه، بس اريد نفصلها بعد اكثر. يعني الشغل نفصخه بعد اكثر.
انه هسه هاي معادلة امامكم، كتلة تعجيل وارتفاع. يعني هسه اذا فرضا انا اريد اوصل الى نقطة، اذا زيدت كتلة الجسم جسمين، واحد كتلته قليلة واحد كتلته كبيرة، ارفعتهم من نفس الارتفاع، ياهو طاقة الكامنة اكبر تكون. جدا ممتاز. اذا 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 كلما زادت كتلة الجسم كلما زادت طاقة الكامنة. زين، هذا النقطة الأولى. زين، جسمين نفس الجسم ونفس الأرض، مرة رحت أني على سطح الأرض أرفعته إلى مدى معين، خلينا ارتفاع خلينا نعتبره مثلا 100 متر، أرفعته فوق سطح الأرض. نفس الجسم شلته رخليته مركبة فضائية دزيته إلى القمر ورفعته أيضا 100 متر، نفس الكتلة ونفس الارتفاع، لكن التعجيل راح يختلف عندي. زين، الطاقة الكامنة اللي يمتلكها الجسم على سطح القمر بعد رفعه إلى 100 متر فوق سطح القمر، نفس الطاقة الكاملة اللي يمتلكها على سطح الأرض؟ بالطبع لا. ليش؟ لأنه كلش ممتاز، لأنه الوزن، وزن الجسم راح يختلف. الكتلة هي ثابتة ما تتغير، لكن الوزن يختلف باختلاف التعجيل، التعجيل أرضي أو تعجيل على القمر أو تعجيل بغير كوكب. فبالنتيجة هي أنت التعجيل أيضا عامل مؤثر بال، يعني مثلا واحد من يسقط من أعلى بناية على سطح القمر، يسقط على الأرض على القمر، ما راح يتفلش، يجوز يعني راح يسقط ببطء إلى أن يجوز يقدر يسند نفسه، وهاي لكن على سطح الأرض لا يسقط من بناية، يعني يبقى بعد بيفشي صاحي، ما يبقى بيفشي صاحي يتفلش. ليش؟ لأنه دا ينجذب بقوة كبيرة، طاقة عالية، فتفلش هاي ينتهي. زين، الارتفاع أيضا نفس الشيء. الارتفاع هسه أنا من مثلا صاعد على خلينا نقول منضدة واسقطت على سطح الأرض من أعلى منضدة، راح أتأذى مثل ما أني أسقط من أعلى عمارة أو أعلى بناية؟ طبعا لا، لأنه الارتفاع أني من موجود على المنضدة، المنضدة ارتفاع خلينا نقول متر متر وشوية عن سطح الأرض، ارتفاع معين، لكن مو مثلا 100 متر، طاقة أعلى تصير عندي. فإذا اللاعب الأساسي بالطاقة الكامنة أو اللاعبين الأساسيين بالطاقة الكامنة هي الكتلة والتعجيل والارتفاع. هاي طبعا هنا هذه يعني يوضح لك الطاقة بشكل عام. هاي حكيناها كلها، أشكال الطاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. زين، نجي على الطاقة الحركية. هسه الطاقة الكامنة صارت واضحة. طبعا الطاقة الكامنة مو فقط يعني تتخيلها يعني انت مثلا صاعد على ارتفاع معين، لا، قد يكون في طاقة بنابض معين، النابض من تسحبه او تضغطه راح يخزن ايضا طاقة كامنة. الاتش مالته هو بعد مو ارتفاع، المسافة، هاي المسافة اللي سحبتها او ضغطتها، هذا يسموه الاتش مالته، فهو ايضا النابض او القوس، هذا القوس اللي ان يصيدون به هذا السهم، من تسحب القوس راح يخزن طاقة كامنة، متى ما تركته راح شنو؟ راح يتحرر وتتحول جزء من الطاقة الكامنة الى طاقة حركية. فالطاقة الكامنة لها اشكال ايضا مختلفة. زين، نجي على الطاقة الحركية. الطاقة الحركية اللي يسموها كينيتيك انرجي هي الشغل اللازم لتغيير سرعة كتلة معينة من الصفر إلى سرعة معينة مقدارها V، وتحسب بالمعادلة التالية. الطاقة الحركية ببساطة أي جسم يتحرك هو يمتلك طاقة حركية. من أنت تريد تحرك جسم معين، يعني مثلا سيارة، أي جسم معين تتحركه، شلون تحركه؟ سيارة مثلا واقفة سرعتها صفر، شلون تحركه؟ تأثر عليها بقوة معينة، راح تتحرك لمسافة معينة، صار عندك شنو؟ صار عندك شغل. إذا تقسمها على الزمن صار عندك شنو؟ طاقة، مو شغل على زمن، العفو، هو الشغل هو طاقة، ذاك يصير قدرة، فصار عندها طاقة. الطاقة الحركية شلون أحسبها؟ هذا القانون ما يمكن تمر عليكم، هذا القانون اللي هو يقول KE الكينيتيك انرجي يساوي نصف M في V تربيع، يعني نصف الكتلة في مربع السرعة. خلينا نأشرها، هاي الكتلة وهاي السرعة، لكن شنو؟ تربيع السرعة. زين،
معناتها شنو هذا؟ هاي القانون شنو معناته؟ أنا أريدك في معادلة مو بس تحفظها، معادلة تفهمها، يعني أنت يعني شلون أقول تخيلها المعادلة. يعني هنا من يقول لك نصف الكتلة في مربع السرعة، رأساً أنت شيجي على بالك تقول يعني معناتها أن الطاقة الحركية للجسم تعتمد على كتلته. يعني شلون تعتمد على كتلته؟ يعني أنا عندي مثلاً عندي سيارتين، واحدة كتلتها خلينا نقول 2 طن 2000 كيلوغرام، واحدة كتلتها خلينا نقول 4000 كيلوغرام 4 طن. زين، اثنيناتهم يمشون بنفس السرعة 60 كيلومتر بالساعة، نفس السرعة. فمن تيجي تحسب الطاقة الحركية وفق هاي المعادلة، راح تشوف الطاقة الحركية للسيارة اللي هي كتلتها أقل نصف، احنا قلنا 2000 ب4000 مو، فتكون نصف الطاقة الحركية للسيارة كتلتها 4000، مع انهم اثنيناتهم نفس السرعة يمشون، لكن الكتلة ايضا لاعب اساسي بهذا الموضوع. زين، هذا بالنسبة للكتلة. يعني مثلا انت من يجيك مثلا واحد طفل يعني ايش قد كتلته، خلينا نقول يعني ايش كم كيلوغرام، خلينا نقول يعني 20 30 كيلوغرام، مو صحيح 20 كيلوغرام. زين، هذا الطفل من دي يجي بسرعة عالية دي يركض واصطدم بيك، انت راح تتأذى مثلا او راح تسقط على الارض، ما راح يصير بيك شيء، لان يعني طاقته شنو، هو دي يمشي بسرعة عالية دي يركض بس طاقته قليلة. لكن انت من يجيك واحد مثلي اني، شايفيني كلكم مو، ما يحتاج يعني. زين، اني وزني جوز فوق المية. زين، اني من اركض عليك وانصدم بيك، شو يصير بيك؟ تتفلش، مو صحيح؟ ليش؟ معلم انا جوز سرعتي نفس سرعة هذا الطفل، لكن شنو؟ لكن اني الكتلة مالتي كبيرة، امتلك طاقة حركية عالية، يعني انا من اتحرك طاقة حركية عالية، صار عندي كتلتي عالية، الطفل طاقته حركية منخفضة وهكذا. زين، نجي هسه هاي بالنسبة للكتلة. بالنسبة للسرعة، السرعة هنا اكو فد شيء خالي فوقها يسموه تربيع. هذا التربيع هذا شنو معناته؟ من يقول لي؟ شنو معنات هذا التربيع؟ هذا التربيع من يعطيك معادلة ويخلي لك أكو أحد المتغيرات أو أحد العوامل خالك فوقها تربيع، معناته هذا تأثيره يكون أكبر من تأثير العوامل الباقي. يعني إحنا قلنا مثلا أخذنا مثال هنا، قلنا سيارة زين كتلتها 2000 كيلوغرام، هاي سيارة رقم واحد، وسيارة رقم اثنين قلنا كتلتها 4000 كيلوغرام. هاي بالحالة الأولى قلنا الطاقة ضعف في حال ثبوت السرعة. زين، من نجي هسه ناخذ نفس السيارة هاي أم 2000 كيلوغرام، خلنا ناخذها كمثال. مرة مشت 60 كيلومتر بالساعة، ومرة مشت 120 كيلومتر بالساعة. زين، هنا خلي نحاول ما ناخذ كيلومتر بالساعة حتى الوحدات تصير مضبوطة، حناخذ هيك في ارقام اعتباطية، خلي نقول 5 متر بالثانية، والثانية تسير بمعدل 15 او 10 متر بالثانية، ايضا ضعف السرعة. هنا من تيجي تحسب الطاقة الحركية، خلينا نحسبها بالحالتين، يعني هنا راح احسبها ال KE الطاقة الحركية بالحالة الأولى، ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي نصف في الكتلة ايش قد؟ 2000، مو صحيح؟ هاي 2000 كيلوغرام، في السرعة اللي هي 5 متر على الثانية تربيع. زين، هنا ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج عندي، لازم احسبه بالحاسب، زين عندنا هسه شنو؟ 0.5 اللي هي نصف في 2000 في 25 اللي هي 5 تربيع، راح يطلع 25000. 25000 شنو؟ جول. زين، نجي على الحالة الثانية، ال K ايش راح تساوي لي؟ حتساوي لي نصف في 2000، نفس الكتلة، احنا هسه نثبت الكتلة حتى نعرف تأثير السرعة، في 10
تربيع، برأيكم ايش قد هاي راح تصير؟ راح تصير 50,000 لو تبقى 25؟ منو يقدر يقول لي؟ تصير 50,000؟ السرعة ضعفت، فإذا راح تصير 50,000، مو صحيح؟ ها طلاب صح لو خطأ؟ ليش غلط؟ اي اي يطلع 100,000. كلش ممتاز، عاشت ايدك. ايش اسمك العفو؟ زميلكم مهدي ايش قال؟ قال يابا مو هنا احنا عندنا تربيع هنا، فاحنا صح السرعة ضعفت، بس انت من فد شيء يعني هنا شلون صارت الحالة؟ هنا العشرة ما راح اكتبها 10، راح اكتبها 2 في 5، حكتبها 2 في 5 عندي بيها غرض، يعني 2 في 5 ضعفت السرعة، كانت 5 ضعفت، هنا الخمسة راح تتربع والاثنين ايضا راح تتربع، يعني هنا كأنما هاي الطاقة راح تنضرب في 4، يعني 25 شوف انضربت في 4 صارت 100,000. ليش انضربت في 4؟ يعني هنا احنا من ضاعفنا الكتلة بالحالة الأولى، ضاعفنا الكتلة ما صار شيء بس الطاقة ضعفت، هنا من ضاعفت السرعة الطاقة انضربت في 4 ما انضربت باثنين، فمعناته شنو؟ معناته السرعة تأثيرها يكون ما نسميه مضاعف ولكن تربيعي، يعني شلون تأثير يكون أعلى، مثلا إذا ضاعفتها 3 مرات، يعني هنا 5، إذا صارت هنا 15 فراح تصير 3 في 5، 3 أس 2 حتزداد الطاقة 9 مرات، 4 راح تزداد 16 مرة، وهكذا 5 راح تزداد 25 مرة. تلاحظ شلون؟ يعني بمضاعفة السرعة ضعف، احنا اخذنا صار عندنا 4 طاقة ضعفت 4 مرات. فهذا اللي اريدك تنتبه له، كل ما يزيد الأس بالعوامل المؤثرة راح شنو؟ راح يزيد تأثيره، يزيد تأثيره. زين، تبقى عندنا الطاقة الداخلية اللي هي ما راح نحتاجها بمعادلة برنولي، بس لغرض الإشارة إلها. الطاقة الداخلية هاي تنشأ بين الجزيئات، يعني تستخدم عادة بالثرموداينميك وما شابه ذلك، الحسابات الحرارية وغيرها. يقول هي الطاقة، يقول هي الطاقة المخزونة داخل النظام والناتجة من نشاط الجزيئات وقوة ترابط الجزيئات، يعني شغلات تخص الترابط ما بين الجزيئات وما شابه ذلك، يرمزون لها عادة بالرمز U، وتتأثر طبعا بدرجة الحرارة المطلقة والضغط. هاي يعني احنا ما راح نتطرق لها لأن تأخذوها بالثرموداينميك وتفاصيلها هناك موجودة. فراح نجي ننتقل إلى معادلة برنولي. بمعادلة برنولي عندنا 3 طاقات أساسية راح ندرسها. طبعا اي سائل راح يكون عنده طاقته هي عباره عن تركيب من ذني الطاقات الثلاثه. طبعا قد تكون واحده من عندهم صفر، يعني ماكو مشكله، لكن انت خلي ببالك انه كل سائل يتحرك لازم تاخذ نظر الاعتبار 3 طاقات بيه. اول شيء الطاقه الحركيه، طبعا سائل متحرك يعني يمتلك طاقه حركيه، كتله عنده، سرعه عنده، طاقه حركيه، نصف الكتله في مربع السرعه، اذا طاقه حركيه. زين، طاقة الضغط، هسه هاي طبعا ما مرينا عليها طاقة الضغط، راح اشرح لكم اياها بالتفصيل، بس خلي اطفر على طاقة الكامنة باعتبار شرحناها. الطاقة الكامنة شنو؟ هذا تشوف هذا الانبوب، هسه هذا انبوب وهنا عندي انبوب، يعني شوية ارتفع عنه. هذا الارتفاع هو عبارة عن طاقة كامنة. يعني السائل هنا عنده طاقة كامنة أكثر من السائل هنا. ليش؟ بسبب ارتفاعه عن هذا المستوى المرجعي اللي اعتبرناه مثلا سطح الأرض على سبيل المثال. فإذا هنا الطاقة الكاملة تعتمد على ارتفاع، يعني الأنبوب إذا كان بهالشكل هذا أمامكم، أو ربما مو بهالشكل، ربما يكون مائل بهالشكل، هذا أنبوب وهذا سطح الأرض، إذا بميل، إذا الطاقة الكاملة للسائل بهاي النقطة نفس الطاقة الكاملة هنا؟ بالطبع لا. ليش؟ إنه عندي الارتفاع هنا غير الارتفاع هنا، والطاقة الكاملة شو يقول قانونها؟ البوتنشال إنرجي، يقول السالب ام في البي، عفوا جي التعجيل، هاي في الارتفاع. فالسائل له كتلة وله تعجيل، ايضا تعجيل ارضي،
وله ارتفاع، هذا الارتفاع H2 خلينا نسميه، وهذا ال H1. فإذا له طاقة كامنة. في حال عندي أنبوب موضوع بهالشكل هذا أفقي، هنا الطاقة الكامنة راح تكون شنو؟ الطاقة الكامنة متساوية، يعني هنا ال H هذا خلينا نعتبر المستوى المرجعي مالتي، فال H هنا هذا ال H1 راح يكون نفس ال H هنا اللي هو ال H2. فنقدر نقول الطاقة الكامنة للسائل عند هاي النقطة نفس الطاقة الكامنة للسائل عند هاي النقطة، ونقدر راح نحذفه من الطرفين مثل ما هسه نشوف بالمعادلات. زين، نجي على طاقة الضغط. هسه واحد يصفن يقول لي هاي مين جبت لنا اياها طاقة الضغط؟ طاقة الضغط شنو ما سامعين بيها؟ اقول له طاقة الضغط هسه انتم من تصعدون صف رابع راح تاخذون منظومات هيدروليكية، راح تشوف اكو شيء اسمه مكبس. المكبس شلون يندفع؟ تسلط عليه ضغط معين، راح الضغط هو عبارة عن شنو؟ خلينا نشوف الضغط عبارة عن شنو؟ من يقول لي هذا الضغط عبارة عن شنو؟ شو يساوي لي؟ هذا ضغط السائل الساكن، صحيح رو جي اتش، بس ما لا اقصد اني ضغط بشكل عام، يعني مثلا جسم موضوع على سطح الارض، الضغط شلون احسبه على سطح الارض ايش قد الضغط؟ هذا قصدي، يعني ضغط بشكل عام دا اقصد، هو صحيح الرو جي اتش. بالضبط بشكل عام القوة على المساحة. هاي هذا الضغط مو صحيح، وحتى الرو جي اتش، الرو جي اتش هسه من تفصلوها هم تطلع اخر شيء قوة على المساحة. مو لانه هسه هاي الكتلة عفوا التعجيل الكثافة هي كتلة، مو صحيح؟ كتلة، خلينا نكتبها بالانجليزي احسن. كتلة يعني ام على في، كتلة على حجم. التعجيل هو شنو؟ هو التعجيل يساوي المتر على الثانية تربيع، يعني طول على المتر على الزمن مربع. زين، نجي على الارتفاع هو ايضا L. زين، هنا الكتلة في التعجيل مو وزن، يعني قوة، يعني هذا F، كتلة في التعجيل F. زين F، هسه واحد يقول لي زين F وهذا حجم صار عندي وهذا صار عندي L. ال L هو طول، الحجم يعني هنا الحجم كأنما من تختصره ويا الطول ايش راح يبقى؟ يبقى مساحة، يعني المساحة هي الحجم هو المساحة في الطول، فمن تختصره ويا الطول راح يبقى عندي مساحة، فصارت قوة على المساحة. ما ادري يعني صارت واضحة لو مشبوه يعني شابش عليكم. انتوا هسه اريد فسخوا هاي الرو جي اتش، هسه شوفوا هم تطلع اف على اي. زين، الاف على اي عفوا الاف على اي، اذا اني من اصل الضغط معين وعندي مساحة معينة راح تتولد لي قوة، مو؟ يعني هذا هسه عندي اسطوانة هيدروليكية بها بداخلها مكبس. زين، هذا مكبس وهذا ذراع، خلينا نقول هذا ذراع، وهنا عندي منفذ يدخل منه السائل وهنا منفذ يخرج من عند السائل. من اجيب سائل مضغوط بضغط معين وترس لي هاي، هذا الجزء ترسه وهو مضغوط، دا يسلط لي ضغط وين؟ على هاي القاعده. اكو ضغط دا يسلط لي وين؟ على هاي القاعده. زين، ضغط على المساحه، العفو ضغط في المساحه شو يساوي لي؟ يساوي لي قوه، مو صحيح؟ هذا المثلث لا تنسوا، قوة على المساحة هو ضغط. فضغط في المساحة راح تصير قوة، إذا صلت لي قوة. زين، هاي القوة حركت لي هذا المكبس لمساحة معينة لمسافة معينة لو ما حركت لي؟ حركت لي قوة في في إزاحة، شو يساوي لي؟ يساوي لي شغل. هاي والشغل هو طاقة. هسه عرفتوا منين جاي طاقة الضغط؟ طاقة الضغط هي ايضا راح تسبب لي شنو؟ شغل. زين، هسه واحد يقول لي شلون يعني احسبها انا؟ شلون اسبب لي شغل؟ خلينا نجي نقول له، خلي امسح هاي. طبعا طاقة الضغط يقولون هي عبارة عن البي في الفي الحجم، يعني طاقة الضغط يسموها، يعني شو نسميها احنا مثلا؟ بريشر انرجي، او نرمز لها هيك مثلا اي بي ار، بريشر انرجي. هاي شو تساوي؟ تساوي البي اللي هو الضغط في الفي. زين، هذا البي في الفي يمثل لي طاقه لو ما يمثل لي طاقه؟ خلينا نشوفهم يحكون صدق لو يقشمرون علينا. خلينا نجي نفصلها. الضغط هو شنو؟ قوه على المساحه. من اضربه في الحجم
راح شنو راح يتبدل؟ راح اقدر شو اقول؟ اقول ويساوي القوه في الحجم على المساحه. الحجم على المساحه شو يمثل لي؟ من يقول لي؟ عفوا هنا انا غلطت، هنا لازم اكتب فيه الحجم في المساحه شو يمثل لي؟ الحجم على المساحه. هاي هسه اسطوانه على سبيل المثال. لا لا بس اسمحوا لي، هسه هذا حجم مو صحيح حجم؟ من اقسمه على المساحه، هاي المساحه شو يطلع لي؟ هو الحجم مين جاي اصلا؟ مثلا مساحه اسطوانه خلينا ناخذها بنظر الاعتبار، او مكعب. مساحه اسطوانه، هاي اسطوانه، حجم هاي الاسطوانه شو يساوي لي؟ لو ناسي حجم الاسطوانه ها حاصل قسمة ال في على اي يساوي الارتفاع؟ ممتاز. شلون صار الارتفاع؟ لانه هي ال في اصلا، ال في الحجم، الحجم الاسطوانة او حجم اي جزء شو يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، مو صحيح؟ في الارتفاع. زين، مساحة القاعدة في الارتفاع، طبعا الارتفاع هنا مو شرط ارتفاع، لان يعني الاسطوانة قد تكون مرتفعة، قد تكون بوضع افقي، يعني في الطول بشكل عام، في الطول. زين، انت هنا من قسمت الاي ال في، قسمته ال في هو هنا راح اقدر امسحه، شو اكتب مكانه؟ اكتب مثلا اي في الاتش او اي في ال، حسب انت شنو عندك. فالاي راح تختصر ويا الاي، يبقى بس الاتش. فالاف هو قوه، الاتش هي مساحه او ازاحه، ازاحه. فراح يصير شغل، صار شغل لو ما صار شغل؟ اذا البي في هو شغل، اذا طاقه، هو طاقة الضغط يسموها. زين، بعد هذا البيان خلينا ننتقل نشوف شلون راح نجي نحسب ذن الطاقات. هاي هنا يمثل لك شلون عنده سريان، هاي هذا يحكي لك على الطاقة الحركية على السوائل. يقول لك عنده سريان كتلة من السائل قدرها ام بسبب بسرعة قدرها في، نفس الحكي اللي حكيناه، فإن هذه الكتلة تمتلك طاقة تتناسب مع كتلتها. طبعا تتناسب شنو؟ طرديا، طرديا هسه حكيناها، مع كتلتها ومربع سرعة جريانها. ها، مو مع سرعة، يعني من الخطأ ان تقول لي انه طاقة الحركية تتناسب طرديا مع السرعة، هذا خطأ. لازم شو تقول لي؟ تتناسب طرديا مع مربع السرعة. ليش؟ لانه الطاقة الحركية الكينيتيك انرجي شو تساوي؟ تساوي لنصف الكتلة في مربع السرعة، إذا هي تتناسب مع مربع السرعة وليس مع السرعة. زين، هنا هذا الرسم الموجود أمامكم ليوضح لك الحكي اللي حكيناه ببداية المحاضرة مال تحول الطاقة من حالة إلى أخرى. زين، هنا شو مطيك؟ مطيك الكيميكال انرجي اللي هو الوقود اللي داخل السيارة بطاقة كيميائية. من أشغل السيارة وأمشي إلى مسافة معينة، راح الطاقة الكيميائية المخزونة بالوقود راح تبدي شنو؟ تتحول، تتغير الى طاقة حركية وطاقة حرارية. طاقة حرارية حرارة المحرك. زين، لكن النقطة وين؟ النقطة انه دائما التوتال المجموع يبقى ثابت، يعني شوف الطاقة الكيميائية خلصت، انتهت، خلص البنزين. لكن شنو اني؟ ما يعني ما انفنت الطاقة، وانما تحولت الى طاقة حركية وطاقة شنو؟ حرارية. التوتال مالتهم دائما يبقى ثابت. هذا هيك بس كمثال بسيط هاي شرحناها. نجي على طاقة الضغط، هاي هنا بس خلينا نشوف شنو هنا طاقة الضغط. ها، طاقة الضغط اللي هسه حكيناها، يقول لك عند سريان السائل في انبوب معين مساحة مقطعه اي، انبوب يعني اي انبوب، سواء كان اسطوانة انبوب، هو الاسطوانة ايضا هي انبوب تعتبر. زين، انبوب معين مساحة مقطعه اي، هذا خلينا نعتبره اي، هاي المساحة المقطع هذا اي يتحرك تحت ضغط معين بي، هذا منا بي او منا اكو ضغط معين، فان هناك قوة مقدارها اف. زين، اللي هو شنو الاف؟ مين جاي من البي في الاي؟ هسه شرحناها قبل شوية. تؤثر في اتجاه سريان السائل، تقوم بتحريك السائل لمسافة مقدارها دي. إذا F وعندي D، عندي قوة وعندي إزاحة، صار عندي، طبعا هنا تحريك السائل لإزاحة لازم مو لمسافة، يعني كمعنى أصح إزاحة،
لأنه الشغل مرتبط بالإزاحة وليس بالمسافة. زين، فتؤثر في تقوم بتحريك السائل لإزاحة مقدارها دي، لذا فإن الشغل المنجز على السائل نتيجة الضغط يساوي الـ F قوة في دي اللي هي الإزاحة. إذن هو حصلنا طاقة شغل لكن مقدارها الـ P في الـ V، وشرحناها قبل شوي شلون. هاي تشوف هنا أني فصل لك إياها، بس خليني أمسح هاي أمسحها هنا. شوف نفصل لك إياها شلون صارت. الحكي اللي قبل شوي حكيته نفصل لك إياها. الإي بريشر طاقة الضغط تساوي القوة في الإزاحة اف في دي، هذا طبعا طاقة الضغط. زين، هسه واحد يعني هنا اشرح لك اياها بغير اسلوب. الدي منين جايه؟ العفو، الاف منين جايه؟ جايه من يعني هاي الاف جايه من الضغط في في المساحه بي في الاي، ومضروبه بعدها في الدي. زين، نجي نشوف بعد شنو عندنا. عندنا البي، هسه هاي عملية الضرب إبدال، يعني سموها تجميعية لو مو تجميعية. تجميعية يعني أنا أقدر أضرب البي في الأي وبعدين أضربها في الدي، وأقدر أضرب البي أضرب الأي في الدي بعدين أضربها في البي. فهنا إيش سوى؟ بس مجرد غير القوس. فهنا الأي في الدي لو تلاحظون، هاي الأي في الدي هي عبارة عن شنو؟ منو يقول لي؟ مساحة في إزاحة أو ارتفاع أو مسافة. شنو هاي يمثل لي؟ هاي مساحة وهاي إزاحة، ايش مثلت لي هسه؟ هاي مساحة وهاي مسافة، من أضربهم مع بعض شو يعطيني؟ كلش ممتاز، ينطيني حجم. فاذا هنا عرفتوا شلون صارت الطاقه، طاقه الضغط، الضغط في الحجم. هاي هسه هنا الضغط بقى واحده، هذا الضغط زين، وهاي صارت حجم، فصار الناتج الضغط في الحجم، هذا هو طاقه الضغط. سهله لو صعبه؟ يعني باكر عقب الواحد يسالك يقول لك طاقه الضغط ليش هاي بي في في، يعني شنو الرباط مالتها؟ فهذا الاشتقاق مالتها امامك موجود، بسيط جدا بسيط. هنا طبعا هذا الرسم دي يوضح لك، هاي حكيناها الطاقة الكامنة، بس دي يوضح لك الرسم شنو؟ دي يوضح لك انه هاي شايفين هاي يسموها سكة الموت بالمدينة العاب. هاي شنو الفكرة مالتها؟ انه انت عندك من تصل الى مرتفع عالي عندك طاقة كامنة، من توصل الى جزء مائل وتنزل للاسفل دي تتحول جزء من طاقتك الكامنة اللي هي انت خازنها اللي عندك ارتفاع، ده تتحول الى طاقة حركية، فتشوف تقوم تمشي بسرعة. زين، هنا من توصل هاي النقطة راح ترتفع للاعلى، فجزء من طاقتك الحركية ده يتحول الى طاقة كامنة، فطاقتك الحركية ده تنقص، لكن طاقتك الكامنة ايش يصير بيها؟ ده تزداد. فانت تلاحظ هسه كل الامثلة اللي اخذناها وكل الصور اللي امامكم ده توضح لك انه ما عندي اني طاقة تفنى، ولكن تتحول من شكل الى اخر، تتحول من شكل الى اخر. زين، نجي على معادلة برنولي اللي هي اليوم يعني بطلة المحاضرة. معادلة برنولي شو تقول؟ تقول بالسوائل المثالية، وهي السوائل المثالية اللي هي غير قابلة للانضغاط، يعني اقصد بها مثلا السوائل، اقصد المواع يعني مو غازات، سوائل وغير لزجة، يعني تكون لزوجتها قليلة جدا وجريانها ثابت، اذا هي ثلاث شروط. زين، يعني ستيدي فلو. عفوا، هنا شو يقول هذا العالم برنولي؟ شو يقول؟ يقول يابا هنا السائل اللي يجرب انبوب معين، طبعا هذا الانبوب قد يكون اقطاره مختلفه، يعني مو شرط انه قطره ثابت مثل الصونده مال المي، لا قد يكون انت عندك انبوب قطره كذا، بعدين يرتبط بانبوب قطره اكبر، بعدين انبوب قطره اقل، وهكذا يعني قد تتغير. الأنبوب قد يكون مستوى أفقي، قد يكون لا بارتفاع معين بميل معين. فشي يقول هنا؟ يقول يابا إحنا الطاقة، طاقة السائل في أي نقطة من نقاط هذا الأنبوب هي عبارة عن مجموعة ثلاث طاقات. يابا شنو هاي ثلاث طاقات؟ يقول لي أول شيء طاقة الضغط، طاقة الضغط اللي هي شو تمثل لي؟ البي في الفي.
نقول له زين عين يا برنولي، وبعد شنو؟ يقول لي الطاقة الحركية. الطاقة، يقول لي السائل متحرك لو ما متحرك؟ اقول له اي متحرك. يقول لي اذا بي طاقة حركية. زين، وبعد شي يقول لي، يقول لي وبي ايضا اذا عندك ميل بالانبوب او ارتفاع في منطقة دون منطقة اخرى راح يكون عندي طاقة ارتفاع، او يسموه طاقة كامنة. زين، اقول له زين وبعدين؟ يقول لي هاي تجمعهن ثلاثة في اي نقطة، تروح في اي نقطة اخرى اذا ما عندك احتكاك، اذا يعني في حال اهمال الاحتكاك، في حال اهمال الفواقد الاخرى، فراح تكون مجموع ذني ثلاثتين يساوي مجموع ذني في عند النقطة رقم واحد، هنا شوف هاي منطق واحد، هنا واحد واحد، يساوي مجموع عند النقطة رقم اثنين، ويساوي مجموع عند النقطة ثلاثة، ويساوي مجموع عند اي نقطة انت تريدها. اقول له يعني شنو قصدك؟ يقول لي يعني المجموع ثابت، لكن التغير وين يكون؟ يعني مثلا هنا عندي البي 1 بالنقطة الواحد، البي في طاقة الضغط عالية، هنا طاقة الضغط تكون مثلا منخفضة، لكن ايش راح يصير عندي؟ هنا راح يصير طاقة الطاقة الحركية شنو؟ منخفضة، هنا عالية، حتى يبقى المجموع ثابت، يعني يكون شيء على حساب شيء، بس المجموع من تجي تجمعه تشوفه ثابت. زين، هسه هنا احنا ايش قلنا؟ طبعا هي هاي المعادلة هذا شكلها العام، هذا شكل العام اللي هو عبارة عن الضغط، هيا تشوف الضغط في الحجم، ضغط في الحجم قلنا طاقة الضغط وشرحناها شلون صارت. الطاقة الحركية نصف، هاي واحد على اثنين، هنا رأسا مقسم على اثنين يعني نصف. الكتلة في مربع السرعة، هاي طاقة حركية هسه حكيناها. وطاقة الضغط اللي هي الام جي اتش، مو رو جي اتش، الام جي اتش، عندنا رو جي اتش اللي هي ضغط واحدة. الام جي اتش طاقة ارتفاع اللي هي الكتلة في التعجيل في الارتفاع. يساوي الضغط الثاني في الحجم في يعني هاي تعرفها، طبعا هنا الحجم يرمزوا له بالرمز في كابيتال والسرعه في سمول. زين، هسه من نجي هنا سوى هو بس يريد يبسط لنا المعادله، فايش قال؟ قال يابا اني المعادله كلها راح اقسمها على الكتله. قلت له ليش حتقسمها على الكتله؟ قال لي يابا مو هنا عندي كتله وهنا عندي كتله وهنا عندي كتله وهنا كتله، والكتله هي ثابته ما راح تتغير، لا راح تتغير بالنقطة واحد ولا راح تتغير بالنقطة اثنين ولا بالنقطة ثلاثة، هي الكتلة نفسها، هو سائل ديجري مو صحيح؟ فقال لي راح أقسم على الكتلة حتى أختصرها. قلت له يلا كيف أقسم على الكتلة؟ فخلي قسم على الكتلة نشوف ايش راح يطلع لنا. هنا منقسم على الكتلة عوفة، هذا أول مقدار بالأحمر عوفة، الام هاي اختصرت ويا هاي الام، الكتلة الأولى اختصرت، فبقى عندي شنو؟ في تربيع على جي، هياته في تربيع على جي على 2 جي العفو، الاثنين هاي مع النص. زين، ام جي اتش، ها اسف العفو، قسم لي على الكتله وقسم لي ايضا على التعجيل، لانه قال لي انت عندك هنا تعجيل والتعجيل ايضا ثابت. زين، فهنا شنو صار عندي؟ قسم لي كل المقادير ذني، وكل المقادير ذني قسمهن على الكتله في التعجيل، فصار عندي، صار عندي هاي الكتله راحت ويا هاي الكتله، بقى عندي التعجيل، فصارت المقدار هو في تربيع على 2 جي، هذا المقدار اللي هو يمثل الطاقة الحركية. زين، من اجي هنا على الاتش، طبعا هذا الاتش لازم بالازرق حتى يصير نفس الشيء اسمه. زين، هذا الاتش هنا ام جي اتش قسمها على ام جي اختصرت، فبقى بس عندي الاتش واحدة. ايش قلت لخوش هاي والله صدق عاشت لك بسطتها انه. زين، نجي على هذا اول واحد، اول واحد ايش قسم البي في؟ هاي البي في قسمها على الام جي، بس من قسمها على الام جي صار عندي لو اذا تتذكرون عندي فد شغله يقول الكثافه تساوي الكتله على الحجم، مو صحيح؟ زين، انا هنا ما عندي كتله على الحجم، صار عندي حجم على كتله، الحجم على كتله شو يساوي لي؟ من يقول لي؟ ها طلاب، حجم على كتله بس لا راحوا يطريقون وعافوني. ها ممتاز. زين، الحجم على كتلة شو يساوي؟ لا، الكتلة على الحجم كثافة. أنا هنا للأسف كتبت نفس الشيء. إذا أحكي شيء وكتبت شيء. الحجم على الكتلة أقصد، حجم على الكتلة. ها؟ مقلوب الكثافة مو صحيح؟
مقلوب الكثافة، الكثافة كتلة على الحجم، حجم على الكتلة مقلوب الكثافة، فهنا صار عندي الكثافة صارت بالمقام، هاي الكثافة بالمقام. التعجيل لأن أنا قسمت على ام في جي، فهنا هذا الحجم على الكتلة صار شنو؟ صار كثافة، والتعجيل هو بقى نفسه، الجهنات تعجيل والبي بقت نفسها. زين، فصارت المعادلة عندي، يعني أنت مرات بالكتب من تقرأ، حتى أنا ليش دا أعطيك إياها بهالمعنى هذا؟ بالكتب من تقرأ بعض الأحيان يكتب لك إياها بهالطريقة هاي. هاي المعادلة الرئيسية. بس إذا تريد تقسمها على الكتلة في التعجيل راح تطلع لك بهالطريقة هاي. فأنت يعني بالمسائل تقدر تستخدم هاي، إذا معطياتها كلها كاملة تقدر تستخدم ثاني وحدة، يعني هاي ثالث سطر تكون أبسط من الأولى، يعني ما يحتاج تضرب في التعجيل يعني الكتلة وغيرها، هنا مختصر لك إياها. هاي المعادلة طلاب افهمها، افهمها عن طريق المعادلة هاي الأولى اللي حكينا عليها، كل طاقة من الطاقات التحافظ القانون مالتها، وخلي في بالك هنا قسمنا على شنو؟ على الكتلة في التعجيل. هاي المعادلة تقسمها على الكتلة في التعجيل راح تطلع لك هاي المعادلة الأخيرة. زين، خلينا نجي ناخذ ها قبل ما ناخذ مثال بسيط. هنا شوفوا هذا الشكل شو يوضح لي؟ هذا دي يمثل لي أيضا معادلة برنولي. شلون؟ الأنبوب من يزيد قطرة، من يزيد قطرة شو يصير بسرعته؟ تقل أو تزيد حسب معادلة الاستمرارية. شوف هنا راح نربط بين معادلة الاستمرارية وبين معادلة برنولي. من يزيد من مساحة تزيد السرعة شو يصير بيها؟ راح تقل. من السرعة تقل يعني الطاقة الحركية ايش راح يصير بيها؟ شوف شلون الرباط حيصير قوي. من السرعة انخفضت صار بيها السرعة الطاقة الحركية انخفضت. زين، مجموع الطاقات نعم تفضلي. نعم اوكي، مجموع الطاقات احنا قلنا ثابت، فالطاقة الحركية من تنخفض شنو على شنو راح يرتفع عندي؟ الضغط راح يرتفع، والدليل شوف ارتفاع عمود السائل ايش قد هنا؟ عالي. اذا هنا الضغط عالي، كاتب لك هو هاي بريشر، الضغط عالي. ليش؟ لانه القطر كبير، القطر كبير، شوف شلون صارت القطر كبير، يعني المساحة، يعني مساحة كبيرة. زين، قطر كبير يعني السرعة قليلة حسب معادلة الاستمرارية، السرعة صغيرة يعني الطاقة الحركية صارت صغيرة. من الطاقة الحركية صغيرة احنا لازم شنو عندنا؟ فالشي لازم يعوض شي على حساب شي، مو قلنا معادلة برنولي لازم الطاقة ثابتة، فالضغط راح يرتفع هنا. من نجي هنا بالأنبوب اللي قطره أقل ايش راح يصير؟ قطره قليل، القطر صغير، يعني من أقول قطر يعني يفهم انه مساحة. زين، راح يصير عندي السرعة شو يصير بيها حسب معادلة الاستمرارية هاي؟ المساحة من الزيد السرعة شو يصير بيها؟ راح فد لحظة، مساحة العفو قلت هنا، السرعة راح تزداد، مثل ما قال زميلتكم السرعة راح تزداد تصير كبيرة، يعني الطاقة الحركية صار بيها كبيرة. زين، من طاقة كبيرة لازم مين راح تاخذ؟ راح تاخذ من الضغط، فالضغط هنا راح ينخفض، لوست بريشر، شوف ضغط اقل. هنا رد الانبوب زاد، زادت مساحته، فالمساحه صعدت، السرعه قلت، هاي حسب شنو؟ حسب هاي المعادله، معادله الاستمراريه. هنا من السرعه قلت الطاقه صار بيها الكينيتيك انرجي هم قلت، وطاقه الضغط اللي هي البي في صعدت. اذا شوف ارتفع عندي شويه، ارتفع عندي. زين، سؤال هسه واحد يقول ليش هنا هذا الانبوب نفس هذا الانبوب، ليش هنا الارتفاع اعلى من هنا؟ اكو واحد يقدر يجاوبني؟ هسه اعيد السؤال. هنا اكو فد شغله، قلنا هنا هذا الانبوب قطره نفس هذا القطر، مو صحيح؟ ليش هنا الارتفاع اعلى من هنا؟ يعني ليش ارتفاع عندي الـ A أعلى من ارتفاع عندي C؟ غير المفروض يبقى نفسه؟ لا، السرعة نفسها،
السرعة نفسها. شلون؟ طاقة كامنة ما عندي، ليش؟ انه كلهن بمستوى افقي بس. اي هو اريد اوصل هاي النقطة، اتجاه يعني شنو اتجاه الحركة؟ يعني شنو؟ ايش دا يصير؟ ها ليش اقوى الضغط في البداية؟ هو انا هذا سؤالي. زين زين اسالكم انا سؤال اخر. السائل من دا يجرب الانبوب دا يحتك لو ما دا يحتك؟ ها من يحتك راح تتولد لي حرارة لو ما راح تتولد لي حرارة؟ الحرارة طاقة، إذا جزء من طاقة السائل تحولت إلى حرارة، إذا فقد من طاقته. يعني هو من وصل هنا، شوف هو مطيك هذا السهم، هذا السهم مطيك إياه، السائل من وصل هنا محتك بالأنبوب، إذا فقد جزء من طاقته، جزء من طاقته تحولت إلى طاقة حرارية. إحنا ما كنا حاسبين بمعادلة برنولي. معادلة برنولي هاي اللي اعطيتكم اياها قبل شوية، تفترض انه ما عندي تسريب، ما عندي فقدان بالطاقة يعني عن طريق الاحتكاك. اما اذا صار عندي، اخذت من اذا طاق بالسؤال نظرا ان طاقة الاحتكاك كذا، فش راح تصير المعادلة؟ راح تصير مثلا P1V1 زائد نصف M في V تربيع. هاي شنو هاي؟ صارت هوسة هنا. شوفوا هسه أنا قبل شوي حكيت لكم على القمر، يعني واحد هسه لو يروح على القمر كان أحسن. وين أروح بعد؟ وين أروح؟ ما تقولوا لي وين أروح. هاي ما يلحقها إلا القمر. أنتوا طلاب يعني هوسة يمكم تصير لو يعني بس يمي؟ يلا تمشي الامور ان شاء الله. انا طبعا اقدر هذا الشيء، يعني صبركم على هاي المعوقات. زين هسه عندنا هاي طاقه الضغط نصف الكتله في مربع السرعه، وعندي طاقه الارتفاع اللي هي شنو؟ ام جي اتش. احنا ايش قلنا؟ قلنا تساوي البي 2 نعتبر هاي عند النقطه سي مثلا 2 في 2 زائد النصف. طبعا هاي الفي سرعه، هاي سرعة وهاي حجم، يعني هاي كبيرة وهاي صغيرة. نصف الكتلة في مربع السرعة الثانية، طبعا هنا الأولى، زائدا الام، هذا هنا واحد، زائدا الام جي اتش 2. طبعا هذا الام جي اتش 2 ها هنا ايش راح يصير عندي؟ اذا طاق احتكاك لازم شو تسوي هنا؟ شو تقول؟ تقول زائدا الاحتكاك، طاقة الاحتكاك تسميها فد رمز مثلا E F يعني فريكشن، طاقة الاحتكاك. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير كأنما جزء من طاقة الضغط راح تروح بالاحتكاك، أو جزء من طاقة السرعة راح تروح بالاحتكاك، أو جزء من الطاقة الكاملة راح تروح بالاحتكاك. يعني القصد أنه من دخل عندي الاحتكاك هنا واحدة من الطاقات راح تنخفض، واحدة أو اثنين من الطاقات راح تنخفض لأن الاحتكاك أخذ من عندها. ماشي؟ فالمعادلة اللي أخذناها بالبداية كانت بدون احتكاك بدون فواقد فشي مثالي، والمثالي الشيء المثالي تدرون ماكو ما ألف شيء بالوجود، يعني بس مجرد أنه فشي بالخيال موجود، لكن بالواقع العملي لا، عنده فواقد وعندنا احتكاك وعندنا حرارة تصير. فبس رد أوضح لكم هاي المسألة. السؤال أجي على معادلة الاستمرارية، ليش؟ أنه ما عندي ضغوطات، ما عندي فتشي بطاقة، فقط عندي كتل أو عندي حجوم. فش راح يصير عندي؟ أقول يابا هو الكيو 1 الكيو حسمي كيو أي اللي عند المقطع أي، إيش راح يساوي لي؟ يعني المفتاح مالتي من يقول لي يا إيش راح يساوي لي؟ يساوي لي كيو بي زائدا لكيو سي زائدا لكيو دي. الداخل هو اي والخارج هو بي وسي ودي. زين الكيو مطيني اياه، بس مطيني اياه بالكيلوغرام، ما عندي مشكله، ما عندي مشكله. فاكتب هنا كيو اي
هو شي يريد، ما يريد الكيو اي، يريد السرعة هنا. فهو ايش عندي قانون يقول لي كيو اي شي يساوي لي، يساوي لي المساح يساوي لي المساحة في السرعة. فالمساحة اقدر استخرجها عندي مطيني هاي 350 ملم القطر، يبقى عندي السرعة اقدر استخرج. فلازم شو احتاج؟ احتاج لكيو اي واطلع المساحة، فراح تطلع لي الفي اللي هو يريدها. فنجي الكيو اي هسه بنها المعادلة شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي كيو بيش قد 150 كيلوغرام بالثانية زائدا 50 زائدا ايش قد بعد منطينا 150، راح يساوي 350 كيلوغرام بالثانية. هذا الرقم طلاب وياي مو بعدكم وياي؟ ممتاز. سجلت حضور لانه بالعشرة ينغلق، سجلت حضور؟ ممتاز. ف 350 كيلوغرام بالثانية اجي وين اخليه بهاي المعادلة. بس قبل ما اخليه بهاي المعادلة هسه الكيو استخرجته، بعد شنو لازم استخرج؟ عندي الاي ما عندي، ما موجود الاي للاي، يعني هاي الاي مساحة للمقطع اي. ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الباي دي تربيع على 4. باي دي تربيع على 4، الدي موجود لو ما موجود؟ موجود، بس بما انه انا عندي كيلوغرام فهذا راح احوله الى متر، ال 350 راح احوله الى متر، فش اقول؟ اقول هو يساوي باي الدي، هنا راح اقول له 350 ملي متر اقسمه على 1000 حتى يتحول الى متر، والكل اربعة اقسمها على 4 هذا راح تطلع عندي المساحة. بس ثواني طلاب، هو ايش يعني؟ هو هذا سؤالي، يشير شو نحول يعني؟ شو نحول؟ ايش نحتاج نحول؟ هذا الكيو من اقسمه على الاي ايش وقت يعطيني سرعة؟ غير عندي حجم، هنا لازم عندي حجم، مثلا متر مكعب على ثانية، متر مكعب العفو على ثانية، من اقسمه على المتر المربع راح ينطيني، يختصر هذا التربيع ويا هذا المكعب راح يصير متر على الثانية، مو صحيح؟ هاي سرعة. بس كيلوغرام ينطيني سرعة لو ما ينطيني سرعة؟ ما ينطيني سرعة. فلازم شو اسوي هنا؟ اكو فد خطوة قبل ما اشتغل هنا. شو اقول؟ اقول يابا انا الكيو عندي هو يريد سرعة، فش استخدم يا معادلة؟ استخدم معادلة تقول هاي الكيو اي تساوي رو A V. ها صحيح، مو قلنا معادله استمراريه بها قانونين، واحد بي كثافه واحد ما بي كثافه. البي كثافه من انا عندي كتله مثلا، فهنا هذا الكيو، هذا الكيو مطيني اياه بالكيلوغرام، فهسه من اريد السرعه ال V A ايش راح اساوي؟ راح اساوي ال Q A مقسوم على رو اي، هذا الاي اقصد بي يعني هذا اي سمول، يعني هذا المقطع اي، هذا يجي سمول يعني مو هاي المساحه. فهسه من اجي احل، خلينا نشوف يطلع حلي صحيح. هسه هذا كيلوغرام على الثانيه اقسمه على كيلوغرام على المتر المكعب مضروب في متر مربع. هسه راح يطلع لي لو ما راح يطلع لي؟ هاي الكيلوغرام راح تختصر ويا الكيلوغرام، مقام المقام يصعد بس صار متر مكعب فوق، هسه صار عندي متر على الثاني. هسه عرفت الفكره وين مال هذا السؤال؟ مطيني التصريف بالكتله وليس بالحجم، فاني اريد السرعه، كتله ما تخدمني، فلازم شو اسوي؟ استخدم احول الكتله الى حجم عن طريق الكثافه. فهنا ايش راح يصير عندي بالنهايه؟ راح يصير عندي التصريف هو ايش قد؟ صار عندي 350 كيلوغرام على الثانيه أقسم على الكثافة الماء، هو إذا يقول لي ماء، كثافة الماء هو 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، وأضربها في شنو؟ في المساحة اللي طلعتها أيضا بالمتر المربع 0.096، راح يطلع لي الناتج كالآتي: 350 مقسومة على 1000 مضروبة الألف في 0.096، راح يطلع لي 3.64 شنو؟ متر على الثانية.
صار واضح طلاب؟ يعني هسه من اجي عندي هنا هذا كيلوغرام الثاني بسط، المقام عندي متر عندي كيلوغرام، عندي كيلوغرام على المتر المكعب، هاي كثافة مضروبة في متر مربع، فراح تختصر المتر المربع ويا التكعيب راح يبقى عندي متر، المتر راح يصعد فوق، الكتلة راح تختصر يصير متر على الثانية، وهذا هو متر على الثانية. صار واضح طلاب لهنا؟ هذا هو الحل مالته، هذا هو الحل، يعني كتاب يعني هو موجود هذا الحل مالته، بس طلع 3.64 متر على الثانية. طلابنا بهذا المثال شو يقول؟ يقول في الشكل أدناه سلطت قوة مقدارها F على الحاقن، هذا مثل السرنجة، يحتوي على محلول ملحي، فإذا علمت بأن قطر الحاقن 15 مليمتر، إذا القطر مطيني إياه شقد، خلنا نكتبه هنا، الحاقن خلنا نرمز له بالرمز S يعني سرنج، والنيدل اللي هي الابره رمز ان يعني من جاي من نيدل، فشو نقول؟ نقول منطيني قطر الحاقن اللي هو دي اس يساوي 15 ملم، يعني راسا راح احوله الى شنو؟ الى متر، 15 على الف، فصار عندي 15 بالالف متر، وقطر الابره اللي هو دي ان للنيدل يساوي 0.6، هم ايضا اقسمها على الف، فصارت عندي 0.0006 ايضا متر. والضغط المتولد على المحلول الملحي داخل الحاقن هو 60 كيلو باسكال، طبعا 60 هنا الضغط اللي هو الحاقن يعني البي اس، بي اس يساوي 60 كيلو باسكال، يعني نحوله الى باسكال، ف 60 اقسمها على اضربها العفو في الف، صارت 60 الف باسكال. هاي المعطيات، يريد السرعه، السرعه مجهوله، يا سرعه يريد السرعه خلال الابره، هاي الفي، الفي خلينا نسميها ان، وهنا عندي ايضا في ما معلومه في S. هنا مطيني ايضا كثافة، هسه عرفتوا ليش انا حولتها للمتر؟ لانه الكثافة مطينيها متر مكعب. نجي للمعادلة برنولي اللي هي شو تقول؟ تقول لي طبعا معادلة برنولي حكتب المعادلة الرئيسية ومن عندها راح نشوف شلون نختصر. المعادلة شو تقول عندي؟ تقول طاقة الضغط اللي ممثلة بالـ P V P1 V1 زائدا طاقة الطاقة الحركية نصف الكتلة الام في مربع السرعة، طبعا هاي واحد، زائدا الام الكتلة في التعجيل في الارتفاع الاول، المفروض شي يساوي لي؟ يساوي لي البي 2 الضغط الثاني في الحجم الثاني، زائدا النصف الكتلة في مربع السرعة، زائدا ايضا الام، طبعا يا سرعه الثانيه الكتله نفسها ما كتبتها، ام جي الاتش 2. هنا لو تلاحظون اني ما عندي في، ما منطيني حجم وما منطيني كتله، فاني شو اسوي؟ لازم اختصر الحجم واختصر ايضا الكتله، طبعا ممكن اختصر التعجيل، لكن هنا حتى لو ما اختصر التعجيل ماكو مشكله، فمن هنا اختصر الحجم، شلون شو اسوي؟ انا اشرحها، ما راح اعوف الحجم، راح احوله الى كتله، فشلون حقسم جميع الاطراف على الام، هنا راح اقسمها على ام، وهنا راح اقسمها ايضا على ام، وهنا راح اقسمها على ام، وممكن اقسمها ايضا على ام جي، لكن هسه نشوف، خلينا نشوف اذا قسمناه على ام ايضا شنو راح يطلع عندنا. هي هاي معادله برنولي تظهر لك باكثر من شكل، يعني اما تظهر بالصوره الرئيسيه، واما تظهر بالصوره اللي مقسميها مقسميها على ام جي، واما تظهر بالصوره اللي مقسمها على ام، فهنا راح اقسمها على ام حتى نشوف ايش راح تطلع. قلنا الام على في الكتله على الحجم كثافه،
مقلوبها مقلوب الكثافة، إذا هنا حصير P1 مقسومة على الرو، هاي الرو زائد نصف V تربيع، لأنه الأم هنا اختصرت، هاي الأم راحت فيها هاي الأم، زائد الأم راحت فيها الأم، بقت G H. طبعا طلاب ال H في بعض المصادر يرمزوا له بالرمز Z أو Z، فعادي ماكو مشكلة. هنا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ال P2 ايضا نفس الحاله على الرو، نفس الرو نفس السائل، زائدا نصف السرعه الثانيه تربيع، هنا السرعه الاولى طبعا نسينا نخلي واحد، زائدا هنا الام راح تختصر ويا الام، هنا الام تختصر ويا الام، يصير جي اتش 2. زين المعطيات الموجوده عندنا شو تقول؟ ما منطيني هو، منطيني فقط بس ضغط واقطار. زين الاقطار هنا ما تخدمني معادله برنولي، ما تسوي لي شغل، بقى عندي بس ضغط. فهنا لازم شو اسوي؟ ادور على شغلات اقدر اهملها. اول شيء هذا الجزء اللي هو يمثل لي طاقة الارتفاع، وهذا طاقة الارتفاع متساويات، ليش؟ انه الابرة في وضع افقي، فهذا كله راح يروح يختصر ويا هذا. ايش بقى عندي؟ بقى عندي السرعة وبقى عندي الضغط. هو ايش منطيني؟ منطيني ضغط واحد اللي هو البي يعني البي اس هنا، خلينا نسميه احنا سوينا مو مشكله، خلينا هنا نسميها هاي 1 وهاي 2، هاي نسويها بهالشكل، هذا هذا 1 وهذا 2 وهذا 1. زين البي 1 هنا ايش راح يصير عندي؟ موجود هياته 60 كيلو باسكال، 60000 باسكال، كثافه موجوده عندي، هنا السرعه ما موجوده، والضغط الثاني، الضغط الثاني ايش قد؟ الضغط الثاني اذا تشوفوا ناخلي امسح هذني، الضغط الثاني السرنجة معرضة لمن؟ للضغط الجوي، فاذا هنا ضغط جوي، هنا ضغط جوي، والضغط الجوي ايش قد مقداره؟ حسب ضغط المقياس صفر، حسب ضغط المقياس قراءته صفر. اذا شنو هذا صار؟ ايضا المقدار كله راح، لانه صفر على اي كمية هو صفر. زين طبعا هنا سواح يقول شلون اخذت صفر؟ اقول له ما طول هو ما قال لي ضغط ضغط مطلق، معناته شلون قايس الضغط؟ قايسه بجيج ما ضغط، ضغط مقياس، فهاي 60 ضغط مقياس، فالضغط الجوي حسب ضغط المقياس هو صفر. واذا قال لك هاي 60 ضغط مطلق، فراح تستخدم الضغط الجوي، هو شنو؟ هو واحد العفو واحد بار، يعني يساوي 100000 100000 باسكال، او 14.7 بي اس اي حسب الوحدات. يعني هنا الوحدات ما اقدر استخدم بي اس اي، كيلو باسكال. فهو شنو عندي؟ عندي الضغط الجوي يساوي 1 بار تقريبا. الواحد بار شو يساوي لي؟ يساوي لي 100 كيلو باسكال. فهنا البي مكان ما تكون صفر حتصير 100 في حال ضغط مطلق، لكن هو ما قايل لي ضغط مطلق، فاستخدمه صفر، اذا هذا راح. ايش بقى عندي؟ بقى عندي السرعة الثانية ما معلومة والسرعة الأولى ما معلومة، زين أنا يصير عندي معادلة بها مجهولين، ما أقدر. هنا شو يقول؟ يقول هنا بما أنه السرعة داخل الحاقن، هاي السرعة هنا تكون قليلة جدا، قليلة جدا مقارنة بالسرعة داخل وين؟ داخل الأبرة نفسها، النيدل داخل هذا النيدل. هسه واحد يقول لي ليش؟ اقول له مو احنا عندنا معادله الاستمراريه شو تقول؟ لQ1 تساوي لQ2. الA1 V1 المساحه الاولى في السرعه الاولى تساوي الA2 المساحه الثانيه في السرعه الثانيه. فانت شوف الفرق بالمساحه ايش قد؟ فرق جدا كبير. فايش تتوقع؟ يعني هاي المساحه الاولى خلينا نعتبرها هاي الA1، وهاي خلينا نعتبرها الـ A2. فأنت عندك الـ A1 جدا كبيرة، فتخيل السرعة مالتك ايش قد راح تكون جدا قليلة. فلهذا ايش راح نقول؟ راح نقول الـ V1 راح تكون قليلة جدا تهمل مقارنة بالـ V2. زين إذا ايش بقى عندي؟ بقى عندي الـ P1 على رو ثلاث المعلومات، وبقى عندي طبعا هذا هنا يعني من أقول تهمل يعني خليها صفر، فأي مقدار مضروب في صفر هذا كله راح يصفر المقدار،
هذا الصفر عندي، فبقى عندي المعادلة إذا أريد أعيد كتابتها إيش راح يصير؟ أكتبها بغير لون، راح يصير عندي ال P1 على رو تساوي نصف ال V2 تربيع اللي هي السرعة داخل النيدل. ها هي نحل السؤال. هسه هنا راح أمسح هذني حتى يصير عندنا مجال. هاي راح امسحها ايضا. زين هنا ايش راح يصير عندي؟ راح اكتب هاي المعادله اعوض الارقام. البي 1 هنا هاي بي 1 على رو يساوي نصف الفي 2 تربيع، ومن عندها ايش راح يصير؟ راح يصير عندي الفي 2 تساوي تحت الجذر 2 بي 1 طرفين بوسطين على رو الكل تحت الجذر. فهنا راح اجي شوف اعوض الارقام وشوف الناتج قد يطلع. ويساوي تحت الجذر 2 مضروبة في البي، البي ايش قد؟ 60,000 قلنا، مقسومة على الف اللي هي الكثافة، العفو 1050 هنا مطينة، قال محلول ملحي يعني كثافته شوية تختلف عن كثافة الماء، ف 1050. هنا راح نشوف بالحاسب ايش قد راح يطلع عندنا الناتج، وراح نبرهن انه ليش يعني راح نسوي برهان انه السرعه اللي هملناها هي صح قليله جدا. زين هسه السرعه تساوي تحت الجذر، العفو هنا تحت الجذر خط كسر 2 في 60,000 اقسمها على 1050 راح يطلع عندي 10.69 طبعا متر على الثانية. ليش متر على الثانية؟ هاي انتو اردكم تعرفوها، لانه هنا عندي نيوتن على المتر مربع باسكال. زين وهنا عندي كيلوغرام على المتر المكعب، مو صحيح؟ كيلوغرام على المتر المكعب. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح تختصر عندي بعض الامور اللي هي هاي. زين هذا انتم هسه اريدكم تعرفوا لي شلون راح يصير المتر على الثانيه، متر على الثانيه. على كل حال هسه حتى هذا الجواب، هذا السرعه طلعناها. هسه حتى نبرهن انه احنا حتى تقول انه انا يا كنت محق من اهمله السرعه اللي هي داخل السرنجه نفسها لانه قليله جدا. خلينا نجي نشوف، نرجع على معادله الاستمراريه. هاي معادله الاستمراريه من اطبقها عندي اقطار، مو صحيح؟ فاجي اطبقها اقول يابا الاي 1 اللي هي ايش قد؟ خلينا هسه راسا نستخرجها 0.15% تربيع في باي على 4. هاي شنو الاي؟ الفي انا اريدها، اريد اشوف صدق هي صغيره. الفي 1 يساوي ايضا نفس الحالة نقول 0.0006 تربيع في باي على 4. هاي راح امسحها منا، بس السرعة هاي 10.69 حتى نحتاجها، لانه 10.69 في 10.69. الان من اجي اطلع ال V1، يعني هاي المعادله هسه من اطلع ال V1 ايش راح تطلع لي ال V1؟ خلينا نجي نشوف. طبعا هاي الباي اقدر اختصرها ويا هاي الباي، هاي الاربعة ويا الاربعة حتى اسهل الامر يعني. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال V راح تساوي لهذا المقدار اللي هو 0.0006 تربيع مضروب في 10.96 اللي هي قلنا شنو السرعة اللي داخل النيدل نفسها الأبرة، مقسوم على 0.015 تربيع. خلينا نشوف ايش قد يطلع. 0.0006 ربعة مضروب في 10.69 مقسوم على 0.05 ربعة
راح يطلع عندي الناتج مال V1 هو 0.017 متر على الثانية. إذا قليل أو مو قليل؟ قليل جدا، يعني بالثانية الواحدة يتحرك لي 1% من المتر. 1% من المتر يعني شقد؟ يعني تقريبا سنتيمتر واحد بالثانية الواحدة، فمسافة قليلة بالنسبة لهذا الثاني. شقد يتحرك لي؟ يتحرك لي 10 أمتار، هذا 10 متر بالثانية، و10 متر وين؟ وسنتيمتر واحد وين؟ فهملناها. فعرفت ليش هملناها؟ هذا الحل مال هذا السؤال اللي أتمنى أن تكونون حاولتوا به. تحياتي لكم.